بسم الله، اليوم راح أعمل شاورما لحمة على الأصول بخبز الصاج المنزلي. أنا ماما لاي أفلو. عندي لحم عجل فتيلة قطعته شرائح بهذا الشكل وغسلته كتير كويس وصفيته من المي. فلفل أسود، بهارات شاورما، ملح، شوية هيل، بابريكا حلوة، بهارات، معلقتين خل أبيض، خلل، معلقتين زيت زيتون. هلا بخلط اللحمه مع هاي البهارات كلها. انا امي شيف سوري، انا بنعملها انا وماما. لازم اللحم يكون شرائح رفيعه جدا، شايفين كيف شرائح رفيعه جدا، بتستوي معانا اسرع، ولازم تكون نوعيه اللحم من اللي بستوي بسرعه. انا جبت فتيله عجل، بتقدروا لو بتحبوا تستخدموا غنم وتضيفوا معها، حتى لو بتحبوا كمان شرائح من الليه. هلا هيك بتركها تتنقع بهالخليط هذا على الاقل على الاقل ساعتين 3 ساعات. لو عندكم وقت خلوها قبل بيوم بالثلاجه، راح تحصلوا على شاورما بتاخد العقل. هذا الصاج عندي فيه زيت حامي، راح اضيف اللحمه مباشره على الزيت، لازم يكون سخن. راح اترك اللحم بهذا الشكل لحتى ياخذ لون من تحت، بعدين بقلبه. راح احطه على نار عاليه كتير. ليش؟ لاني انا ما بدي المي تطلع منه ويصير مسلوق، انا بدي اياه يتحمر مباشره. عشان هيك انا بقول لازم تكون اللحمه طريه، لانه احنا ما بدنا نطبخ طبخ، احنا بدنا نحمره. سامعين هذا الصوت؟ بهذا الصوت بتبلشوا تقلبوا باللحمه. اللحمه مو زي الدجاج، ما بخليها تاخذ لون كتير علشان اللحمه ما تنشف عندي، مجرد لون ذهبي بسيط وخلص. انا هيك راح اطفي النار على اللحمه. وهلأ بجهز خبز الصاج وبخبزه، وطريقة فيديو خبز الصاج موجودة بالفيديو السابق بصفحتي، وكمان رح أحط لكم رابط فيديو خبز الصاج بصندوق الوصف. رح أبلش أحشي بالخبز، لو بتحبوا تشيلوا أطرافه شيلوا ما في مشكلة، أنا ما رح أشيله. باخذ طرف رغيف خبز الصاج بهذا الشكل، بطويه شوي، بحط اللحمة بهذا الشكل، بحط بصل ابيض فوق اللحمه. الطحينه عباره عن طحينه وعصير ليمون وشويه ملح مع شويه مي بارده، بحركهم لغايه ما يصير عندي الطحينه بهذا القوام. طحينه وليمون وملح، خلطتهم مع شويه مي بارده. باخذ شويه بقدونس بهذا الشكل، راح احط حبتين بطاطا مع الشاورما، هذا اختياري، لو ما بتحبوه ما تحطوه. هلا بسكرها من الاطراف بهذا الشكل وبلفها، وهيك صارت سندويشة الشاورما جاهزة عندي. هلأ القلاية عندي دهنتها بشوية زيت، باخد سندويشات الشاورما وبحطهم بهذا الشكل لحتى ياخدوا تحميص ونكهة كتير طيبة. عندي تقل المحاشي بحطه فوقهم بهذا الشكل، لو مش متوفر عندكم هذا التقل مو ضروري، حطوا صحن تقيل. هلأ بشيل التقل وبقلبهم، برجع بغطي عليهم بالتقل لحتى يتحمروا من الجهة الثانية. هلأ هيك تحمص عندي من الجهة الثانية، وهيك صارت الشاورما جاهزة. شوفوا ما شاء الله الخبز كيف ناجح 100%، غير شكل وطبعا قرمش زي نفس خبز الصاج اللي بنشتريه من المحلات. شوفوا ما شاء الله، شاورما على الأصول بتجنن بالبيت، والخبز كمان بالبيت غير شكل. شوفوا ما شاء الله، هاي شاورما اللحمة الأصلية. وهيك شاورما اللحمة صارت جاهزة، إن شاء الله يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا بقناتي وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل الفيديوهات الجديدة.